يعرف التاريخ بإيجاز على أنه الماضي البشري الذي تم توثيقه بالكتابة. أما بإطناب فإن تعريفه يشمل الفرع الذي يدرس السجل الزمني للأحداث التي أثرت على الشعوب على أساس الفحص النقدي لمصادر المعلومات. وعادة ما يتم تقديم تفسير لأسباب وقوع هذه الأحداث، كما ينظر إليه بأنه الأساس الثابت الذي يقف عليه المؤرخون وعلماء الآثار. ويتم تعريف التاريخ من قبل بعض علماء التاريخ على أنه سرد للأحداث التي وقعت بين البشر، بما في ذلك سرد صعود وسقوط الأمم، فضلاً عن التغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البشرية منذ بزوغ فجر الحضارة. أما التاريخ بوصفه علماً فهو يلعب دوراً أساسياً ومهماً في الفكر الإنساني، نظراً لاستحضاره لمفاهيم القوة البشرية والتغيير والظروف الحياتية التي تؤثر على الشؤون الإنسانية والمعنى المفترض للأحداث التاريخية. كما يتيح إمكانية التعلم من دروس الماضي وإدارة دفة الحاضر واستشراف المستقبل. ذلك لأن التاريخ يركز في مضمونه على المنظور والسياق القائم على ضرورة تحليل الماضي من خلال فهم أي ظاهرة تاريخية، سواء كانت حدثاً أو فكرة أو قانوناً أو عقيدة. وعليه فإن التاريخ قد بدأ مع اختراع الكتابة قبل 7000 سنة في بلاد الرافدين على يد الحضارة السومرية.